هل مضاعفة الصلوات إلى 100,000 شاملة لجميع مساجد مكة وكذلك في المدينة المنورة؟ نعم في مكة نعم شامل لجميع ما هو داخل أميال الحرم، كل الحرم تضاعف فيه الصلاة لأنه كله يسمى المسجد الحرام، ولكن إذا صلى بالمسجد قريبا من الكعبة فهذا أفضل، هذا أفضل بلا شك، يزيد أجره، وصلاته في مساجد مكة فيها المضاعفة لأنها من الحرام. وأما المدينة فلا، المدينة ما تضاعف إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا، في مسجدي هذا عن 1,000 صلاة، حددها في مسجده عليه الصلاة والسلام. نعم.